خير يا حبايبي في قناة تيتانوسة. النهاردة هنكمل باقي عمل الطرحة. الحلقة اللي فاتت عملنا اللي قلنا عشان ما نحتارش عملنا ايه الطرحة، زي ما شايفين انا عملتها لكم بلون تاني علشان، لكن لازم كل طرحة تتعمل باللون بتاعها. والأدوات المستعملة المقص والخيط والإبرة ودعموني وتدوسوا على الجرس، وكل سنة وانتم طيبين. واحنا هنشتغل ايه، هنعمل للطرحة طبعا، مش هنسيبها كده طبعا سادة كده، هنعمل لها ايه زي الشرشيب دي اللي احنا في الحلقات السابقة عملنا فيها ايه المروحة. هنجيب الخيط وهنلفه كده، كل واحد يعمل المقاس اللي عايزه ويعمل الخيط اللي عايزه ويعمل القماشة اللي هو عايزها. أنا بس بأديكم الفكرة وأنتوا تشتغلوا، نفسي حد يشتغل حاجة ويوريهاني علشان أنا أفرح وأقول بيشتغلوا الحاجة زي ما أنا بشتغلها. فإحنا هنعمل إيه، نعمل لها خيوط، هنعمل لها خيوط شايفين زي ما عملنا الدور اللي فات شايفين. طيب كيف يا حبايبي هندخلوها شايفين؟ هنجيب إبرة الكروشيه شايفين، إبرة الكروشيه أكيد تعرفوا الإبرة بتاعت الكروشيه، ونمسك القماشة كده وهندخلها كده شايفين. شايفين يا حبايبي أها الإبرة دي بتاعت الكروشيه، الإبرة بتاعت الكروشيه هنعمل لها إيه، نروح مدخلينها في القماش كده ونجيب الخيط نحطه كده شايفين. الخيط عملناه كده، فإبرة الكروشيه هتسحب الخيط كده وإيه، ونمسك الخيط كده ونعمل إيه، ندخلوه شايفين شايفين. نعمل أول واحد، نعمل الثاني، وكل واحد يعمل المسافة اللي عايزها ويعمل الخيط اللي هو عايزه ويعمل الطول اللي هو عايزه. شايفين نعمل كده، دخلنا احنا الإبرة كده شايفين. معلش عشان انه كبيرة يدي بايه بتتعب. هدخلنا كده، نمسك دي كده، انا بوريكم خطوة خطوة، نمسك كده وندخلها ايه كده شايفين. نعمل التاني، قلنا ايه كل واحد يعمل المسافة اللي عايزها والخيط اللي عايزه والطول اللي هو عايزه. انا بعلمكم حاجة حاجة، كل دور هعلمكم حاجة، كل ده ايه منفع عليكم، تتعلموا الحاجة تنفعكم بدل الواحدة ما تحتار وتقول عايزة أروح وآجي وأعمل شايفين.
طبعا يمدي انا تعبانه عشان انا كبيره، لكن انتوا شباب هتعملوها على طول. نطبقها في النص كده ونعملها، شايفين؟ نطلعها ونرى عاملينها عاملينها، يعني حتى لو عملت معاكم كده كده بتسووها عادي. انا بعلمكم حاجة ايه، انا قد الخيوط اللي عندي والحاجات اللي عندي هقدر اشتغل حاجات كتير، هعلمكم حاجات كتير اشغال. اللي عايز يعملها يعملها، ما يعملهاش ياخد فكرة عليها. دي إبرتي الكروشيه، واحدة تقعد تشتغل بدل ما تقعد كده تعمل حاجتها. بدل الطرحة ما تقعد كده كده شكلها ايه، مش سادة. اللي احنا نعمل اي حاجة، اي خيوط عندينا اي حاجة نشتغل، والواحد بيفرح لما بيعمل ايه الحاجة بيده. كل حلقة هوريكم فورمة، في فورم كتير. معلش الواحد يده تعبانة عشان احنا ناس كبار، وانتوا ربنا يساعدكم ويقويكم وتشتغلوا ويديكم الصحة. واحنا اشتغلنا كتير في ايامنا، وايام ربنا يقضيها بخير.
اللي عايز يعملها ضيقة يعملها، يعملها واسعة يعملها. بس أنا بديكم إيه الفكرة. وتدعموني وكل واحد معاه اي حاجه يقولها لي، وانا بشكر الناس اللي هم بيبعتوا لي ويقولوا لي اي حاجه. شايفين نسويها لازم تسوى كده، ولما نجي نشتغل لازم يكون الشغل ايه مظبوط. شايفين لازم نسوي، لازم نسوي كده. أنا بس بديكم إيه الفكرة. عايزين تضيقوا تعملوا كده 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 اعملوا، عايزين توسعوا وسعوا، عايزين تجمدوا الخيط ده أكتر من كده جمدوا براحتكم. بس أنا بديكم الفكرة الأولى، بدل الطرحة تقعد كده نديها منظر. شايفين؟ وانتوا حبايبي وانا عايزة اعلمكم وبحبكم خالص خالص خالص. والحال واحدة تتعلم، عايزة تشتغل تشتغل، ما تشتغلش براحتك. شايفين؟ نساوي ونعم. نتعلم الحاجة مي ضروري، عايزين نشتغل هنشتغل، ما نشتغل شي مش مشكل. أي خيط، أي خيوط عندكم، أي حاجة. الواحدة بدل ما تقعد تسلي نفسها. شايفين؟
وانا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده عشان ما تملوش، وكل دور هعلمكم طريقه حاجه جديده. كل مره كل حلقه هنتعلم حاجه جديده، بس المهم الايه؟ نشوف الحاجه ونشوف، هنشتغل نشتغل ما نشتغلش برضه هنتعلم. فين يدي تعبت عشان انا طبعا كبيره وانتو شباب. مش عايزه اطول عليكم، كفايه الدور ده الحلقه دي، نخلص باقي الحته دي والدور الجاي هنتعلم حاجه جديده. المهم ايه؟ وريتكم الطريقه. مع السلامة يا حبايبي، والدور الجاي هنتعلم حاجة جديدة. شايفين؟